يدخل غدا الاحد قرار فتح المساجد لصلاه الظهر حيز التنفيذ وذلك في اطار عوده العبادات الجماعيه والتجمعات الدينيه بالتدريج مع الاخذ بالاسباب وجميع الاحتياطات والاجراءات الاحترازيه اللازمه للتصدي لفيروس كورونا وبذلك تكون المساجد مفتوحه لصلاتي الفجر والجمعه وفي هذا الشان اكدت اداره الاوقاف السنيه في تعميم لها ان المساجد ستقفل ابوابها ظهر يوم الجمعه فقط احترازيا وأن تقام صلاتا الظهر والجمعة كما أكدت إدارة الأوقاف السنية سريان التعليمات بشأن مواعيد فتح وغلق الجوامع والمساجد والإجراءات الاحترازية التي تم إعلان عنها مسبقا وستكون مدة الانتظار بين الأذان والإقامة لصلاتي الفجر والظهر عشر دقائق